العالم بأسلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله، أخوكم محمد سعد، ناشط اجتماعي في حقوق المكفوفين ومدرب تقني على الأجهزة الذكية والتابلت والكمبيوتر. بالبداية تجربتي مع التقنية، أنا إنسان عاشق كثير للتقنية، يمكن لأنه هي الوسيلة الوحيدة للمكفوفين للتعبير عن آرائهم، شيء عصري وكمان يسوينا بغيرنا، يخلينا كلنا خط متوازي كفيف مع مبصر، ما في فروقات بينهم. راح أتكلم عن voice over. voice over هي الخاصية اللي نستخدمها بأجهزة أبل عشان نقدر نتفاعل مع الأجهزة عادي. voice over هو هي برمجية معينة تحول الجهاز بالكامل لجهاز صوتي، بحيث إنه أي عنصر على الشاشة ألمسه راح يقطع. تلاحظون اي حاجة المسها على الشاشة تقرأ صوتيا. لما ابي افعل اي خيار المسه بالبداية عشان اسمع اسمه سيتنج دبل تاب يفتح. اوكي، اذا نستخدم الجهاز عادي، فيسبوك وتويتر وانستغرام، كل الابلكيشن نستخدمها عادي بدون استثناء. فانا كأي مستخدم عادي نزلت الابلكيشن الخاص بFCC عشان ابدا اتفاعل معه واستفيد منه، لكن لقيته مش اكسسبل، يعني الناطق ما يقرا فيه شيء. فتواصلت مع الشركه انه بليز نحتاج التطبيق يكون اكسسبل بليز ويكون مدعوم قارئ الشاشه، وفي اخطاء. وبسرعه الشباب ما قصروا، تواصلوا معي وضبطنا الموضوع مع بعض. انا عندي خبره بسيطه في البرمجه كابل ديفلوبر وضبطت الموضوع حسب خبرتي المتواضعة اللي كانت عندي، انه اساعد الشباب المطورين البرامج، اعرفهم ايش يعني ناطق وايش يعني توافقية وايش يعني ازرار unlabeled وكذا. الان هتطبيق ماي اس بي سي الان توافق بالكامل. ولن هذا هو التطبيق الآن كامل، وهذه الفكرة. أتمنى أنه أي مطور برامج مستقبلا يهتم بالأكسسبيليتي، لأنه شيء أساسي، مطلب أساسي لكل كفيف. بدون ما يكون البرنامج متوافق مع قارئ الشاشة مستحيل نقدر نستخدمه. يعطيكم العافية، أشكركم على هالفرصة، وأتمنى أن أكون قدرت أغير شيء من اللي في داخل المشاهدين، لأنه في كثير ناس تعتقد أن الكفيف إنسان ما له هدف في الحياة، ياكل يشرب ينام فقط. احنا عايشين معاكم، وفي كثير مكفوفين معاكم في تويتر وفي الفيسبوك وفي الانستغرام، بس لانهم يخافون من قصة عدم الوعي اللي في المجتمع، ما يكشفون عن شخصياتهم الحقيقية، يظل اسم مستعار. انا ما عندي مشكلة عادي في المجتمع، قد اقول لك كذب مو مشكلة. فالله يعطيكم العافية، وثانك يو.